كيف رصدت تفاصيل اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟ يعني طبعا كانت صورة حضارية تعبر طبعا عن يعني فكرة الحضارة المصرية، ان الشعب المصري هو صاحب حضارة، والنهارده قدم نموذج سواء في المشاركة وكثافة المشاركة، سواء في التنظيم الرائع، يعني ما كانش في اي مخالفات او اي تجاوزات، هناك يعني منظومة متناغمة على كل الاطراف، سواء اشراف قضاء كامل 15000 قاضي على اكثر من 9376 مركز اقتراع، واكثر من 11600 لجان فرعية، كان هناك تناغم كامل، كان هناك رأينا الطوابير المصرية، يعني الناس كانت بتشارك كأنها ذاهبة لعرس ديمقراطي بالفعل، وهي عملية حضارية بتعكس قوة الدولة المصرية، يعني استعارة الدولة المصرية الدولة الوطنية في قدراتها على تنظيم هذه الانتخابات، وأيضا في تجاوب الشعب المصري مع هذا العرس الديمقراطي. ولذلك كان يوما رأينا كل المؤشرات، كل المنظمات التي مشاركة في يعني المتابعة، سواء مجتمع مدني او منظمات خارجيه، كله بيشيد بحجم الكثافه الكبير في اللجان. وانا في اعتقادي هذه المشاركه والكثافه هي بتعكس ما يسمى حاله الوعي السياسي لدى المصريين. خليني اسال حضرتك في النقطه دي، انه الحقيقه فعلا اقبال المصريين على الانتخابات بشكل عام بيتفاوت وفقا للمرحله، وفقا للاهداف. يعني ما يفرق هذه الانتخابات عن غيرها من الانتخابات؟ لماذا نرى اقبالا من المواطنين، اقبالا لافتا من المواطنين في هذه الانتخابات؟ انا في اعتقادي هذا الاختلاف بينبع من اكثر من زاويه. الزاويه الاولى هو حجم التحديات اللي بتواجه مصر، يعني لاول مره في تاريخ مصر ان تشتعل 3 جبهات على الحدود المصريه، في السودان هناك حاله لا حسم سياسي ولا حاله لدوله، في ليبيا، في غزه، وبالتالي حدودك المباشره لا تمس الامن القومي المصري. كان مره يحدث هنا ازمه لكن هناك مستقره في جبهه، وبالتالي الجنوب، الغرب، الشرق، يعني جبهات مشتعله وبالتالي تمثل تهديد، خاصه طبعا احداث غزه ومشروع التهجير القسري الذي تقوم به يعني قوات الاحتلال الاسرائيلي وتهجير الفلسطينيين، كل هذا استنفر واستدعى المصريين الى الوقوف الى جانب الدوله المصريه والقياده السياسيه في مواجهه هذه المخططات وفي اجهاضها وفي مواجهه التحديات المختلفه. يعني هذا استكمالا للمظاهرات الضخمه التي خرجت منذ اسابيع يوم الجمعه، وراينا المصريين يرفضون هذا المخطط، ليس فقط لانه جريمه ضد الانسانيه، ولكنه ايضا يسعى لتصفيه القضيه الفلسطينيه، والشعب المصري والدوله المصريه هي اكبر داعم هو صمام الامام للقضيه الفلسطينيه، فهذه زاويه. الزاويه الاخرى ايضا متعلقه باستمرار الازمات العالميه، يعني هناك طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه، هناك الازمات الاقتصاديه، التحديات طبعا لها انعكاسات على الداخل المصري. لكن انا في اعتقادي ايضا في الاختلاف فيما يتعلق ب هذا التنظيم وهذا التعدديه، يعني نجد رؤساء احزاب كثير، هناك الحياديه، الاعلام المصري الحياد، راينا ايضا يعني انتخابات يعني كما يقول الكتاب، وكنا دائما يعني المصريين كانوا يشاهدون توابير الانتخابات في الدول الغربيه ونقول متى يكون لدينا هذا الصوره الحضاريه. الان هي صورة حضارية، صورة مختلفة، وبالتالي هي انتخابات مهمة سواء في توقيتها أو في نتائجها، ثم أيضا فيما يتعلق بمخرجاتها، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة. أنا في اعتقادي هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري هو أحد أركان الجمهورية الجديدة التي ترتكز على فكرة المسارات المتوازية والمتكاملة، مسار التنمية السياسية والانفتاح السياسي، ورأينا الحوار الوطني، تكريس الديمقراطية، تعزيز الحياة الحزبية في مصر، هذه المسار بيسير بالتوازي مع مسار التنمية الشاملة، النهضة الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة. وهناك حاجة لاستكمال هذا المسار، لأن أنت بتبني جمهورية جديدة، يعني لم يحدث في السابق منذ عهد محمد علي أنك تقوم ببناء دولة ونهضة شاملة على كافة المستويات.